مسهل، أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ممثل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أشغال القمة الثالثة للشراكة الإفريقية التركية التي انطلقت اليوم باسطنبول، وأشرف على افتتاحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أكد على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين الجزائر وتركيا، مبرزا تمسك الجزائر بالنموذج الجماعي الذي تكرسه الشراكة من احترام متبادل وشفافية وتوازن، فضلا عن النتائج الإيجابية الرامية إلى ترقية الحوار السياسي والسعي لتحقيق تنمية مستدامة تعود بالمنفعة على البلدين. الوزير الأول أبرز مقومات إنجاح هذه الشراكة من منطلق الإرادة السياسية والاتفاقيات المبرمة، لا سيما منطقة التجارة الحرة القارية وأهداف أجندة 2063. الوزير الأول دعا إلى تكثيف الاستثمارات بما يحقق التكامل الاقتصادي في القارة، معددا البرامج والمكاسب الاقتصادية الكبرى ذات بعد إفريقي تكاملي، ومنها الطريق العابرة للصحراء والتي تندرج ضمن تسهيل الحركية الاقتصادية وتعزيز النمو والازدهار في المنطقة.